هي نبتة متوسطية بامتيازي، هي نبتة نحافظوا عليها ونفالوروزيها وننشروها معناها مع الخروب. زاد نلقوه في عدة استعمالات نتاعنا في المطبخ، معناها الخروب ما فيش وحد شيء يترميه. معناها المشكلة في الخروب اللي أنا قلت لك مازالت ما ثماش العقلية نتاع التونسي اللي يغرس خروب، خاطر نعتبرها نبتة سبونتانية تنبت وحدها. نخدموا أكثرية على التجير وعلى السيستيم أغروفورستي في تونس. لقينا نبتة اللي تقاوم التغيرات المناخية بامتياز، تقاوم الجفاف ومعناها الهوس بتاع التمبيراتور. معناها هي نبتة متوسطية بامتياز، هي نبتة الخروب اللي نلقوها في تونس موجودة من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، نلقوها في نفزة موجودة وفي تطاوين كيف كيف. قلنا لا لما لا، بما أنها نبتة دونك متوسطية وتونسية بامتياز، نحاولوا نحافظوا عليها ونفالوروزيها وننشروها معناها مع الفلاح اللي نخدموا معاهم، وفي اطار ربوزمون نعملوا فيه مع الاداره العامه للغابات. المعروف هو كونه نبته الخروب عندها عده فوائد وعده استعمالات، ولكن ممكن الشباب نتاع اليوم ما عندهمش عليها فكره، خاطر هي تنبت في الجبل في الغابات. ممكن الجينيراسيون الجديده ما عندهمش عليهم فكره، كان تزيد تعرفهم اكثر شويه على الخروب اللي هو لنا يعني قاعدين نشوفوا فيه. في تونس نبته غابيه معناها في انها تنبت في الغابات، لكن جدودنا قبل نمشوا من الشمال للجنوب تلقى في كل قطعه نتاع ارض جينيرالمون تلقى خروبه موجوده يغرسوها، وساعات ثم خروب اصلا ملقم، معناها جدودنا عندهم. والخروب زاد نلقوه في عدة استعمالات نتاعنا في المطبخ التونسي، كيما شكون ما يعرفش البسيسة، ديما البسيسة تلقى فيها باز خروب. ثم شاد شكون شي يعملوا في عدة يبدا عنده مثلا أمراض في المعدة ولا حكايات ولا صعوبة في الهضم يستعمل الخروب. الخروب الغلة نتاعو هو تو مطلوبة في الصناعات الغذائية بصفة خاصة، معناها ثم حتى الإكسبو. الخروب أول ما نحكو على الثمرة نتاعو اللي هي الجوس نتاع الخروب اللي تتاكل، تنجم حتى تاكلها كيما معناها سكر. الخروب نجم يعوض الكاكاو، البودر نتاعو تنجم تعوض الكاكاو بصفه كبيره. نجمو نصنعوا منه شوكولا يعني؟ الخروب يستعمل في صناعه الشوكولاته، هو ولا معوض وسبستيتيون الكاكاو في برشا مصانع نتاع الصناعات الغذائيه، في انه البرودكسيون نتاع الكاكاو المونديال ماشي وطيح، يلتجئوا للخروب اللي يعوض الكاكاو. ينجموا زاد يستعملوه كقهوه سون كافيين، ثم عباد تحب تشرب قهوه ما تحبش كافيين، دونك ينجموا يستعملوه كقهوه. نجموا الجرين نتاعو هذوما الموجودين نجموا نخرجوا منهم اللي هو او 410 موجود في المكونات الغذائيه اللي هو EPC100 اللي هو نجم يعوض الجيلاتين، هذاك علاش مطلوب، حتى الجرين مطلوبه معناه. ثم عباد ما تاكلش الجلوتين، عندها حساسيه من الجلوتين، دونك الفارينه نتاع الخروب نجم نعملوا منها فارينه يستعملوها الناس، تنجم تعوض السكر خاطر هو حلو، نجم نستعملوه اني قلت كفارين، نعملوا منه ليغاتو، نعملوا منه خبز، نعملوا منه برشا حاجات، يعني الخروب ما فيش وحد شيء يترميه معنا. ممتاز جدا، يعني عنده عده استعمالات عده فوائد، ولكن انت قلت لي يطلع كان في الغابات وفي الجبال، ما فماش معناتها محاولات من الفلاحه من المهندسين انهم يزرعوه وينتجوه في الضيعات؟ صح، نحن تو في اطار المشاريع اللي قوموا بها في الجمعيه نهدفوا نعملوا في بليدوايي لتنظيم قطاع الخروب. نحبوا نخرجوه من تكون معناها الخروب قد لاصقه في الاتيكات اللي هي شجره غابيه ما نجموش نغرسوها في الاراضي نتاعنا، او لا هي تنجم تكون شجره نغرسوها وشجره معناها ندخلوها في السيستم الفلاحي نتاعنا بصفه كبيره، في انها نجموا تتماشى مع اكثريه انواع التربه، مع اكثريه معناها ليزيتاج بيوكليماتيك الموجودين في تونس. ونحن في الجمعيه تو نستعملوا في الخروب نجموا نعملوه ديفيرجي معناها باز كاروبية باز الخروب معناها ساك، ولا نجموا نحطوا معاه خروب وزيتون، نجموا نعملوا كلوتير بريزفون، معناها الخروب تنجم تستعملوا يولي نبته تستعمل في الانتاج الفلاحي نتاعها، تولي شجره مثمره، معناها نجم نعتبروها هي شجره مثمره ديجا تعطي في غله، لما لا علاش نحصروها كشجره غابيه؟ نحن نخدموا على ستركتوراسيون نتاع الشين دو فالور نتاع الخروب مع ديفيرونز انترفونو، خاطر ثم برشا عباد تخدم على ترانسفورماسيون نتاع الخروب وثم دوموند كبيره على الخروب. وبقى الخروب محصور في الانتاج الغابي، مرحبا به، الخروب في الانتاج الغابي ما يكفيش الحاجيات نتاع المرشي، لما لا الفلاح يولي يغرسوه في الحقول نتاعهم معناها كلتور الترناتيف وريفوني كومبليمونتير. وفي حتى العباد تربي نحل تحب الخروب، خاطر الخروب فتره الازهار نتاعو في فتره ما فيهاش برشا اشجار ونباتات تزهر، معناها الخروب عنده فوائد كبيره برشا.
يعطيك صحة على المعلومات هذه، برشا معلومات مهمة. فقط سؤال أخير هكا باش نختمه بالطبيعة، بالنسبة للزراعة وإنتاج الخروب هذا، شنو هي الإشكاليات اللي تخلينا اليوم ما نزرعوهش؟ مثلا فما استهلاك برشا للماء، فما معناتها آليات خاصة يلزم نخدموا بها باش يتم زراعة النبتة هذه؟ بالعكس، هو الخروب من أكثر النباتات يمكن ما استهلكش ماء بارابور الأشجار المثمرة الأخرى. المشكلة في الخروب اللي أنا قلت لك مازالت ما ثماش العقلية نتاع التونسي اللي يغرس خروب، خاطر نعتبرها نبتة سبونتانية تنبت وحدها. ثم مشكلة زادة كبيرة في البلوم نتاع الخروب، في مشاتة الخروب ماهيش موجودة بكثرة، خاطر ثم دوموند كبيرة لو العلوم الأخرى والفلاحة نتاعنا واللي يشوفوا شنو هي صاير مع عند الجيران كما تشوفوا المغرب والجزائر، عندهم تطور كبير في زراعة الخروب. نحن في تونس متطورين في زراعة الزيتون، لكن في الخروب مازلنا إن شاء الله نطوروا، وماذا بينا نحن كل قطاع مثلا عندنا زيتون ناجحين فيه الأراضي المارجيناليزية والحكاية نحطهم خروب. من بين المشاكل هي المشله مش موجوده برشا، وثم زاده تكنيسيتي نتاع تلقيم الخروب، خاطر الخروب هو شجره فيها شجره انثى وشجره ذكر، يجي وقت اللي لازم تلقم شجره الخروب مش عارف كاليتي نتاع القوس اللي مش تنتجها، ومش عارف شجره نتاعك انثى ولا ذكر، خاطر للتلقيح لازم شجره انثى وشجره ذكر. هذه من اهم المشاكل الواحده، ونحن في جمعيه نتاعنا ان شاء الله مش نعملوا على انشاء منبت كبير نتاع مشات نتاع خروب، يا في حاجيات الجمعيه والمجهودات نقوموا بها بتجير في تونس الكل ان شاء الله. كان تحكي لنا شوية باختصار معناتها في دقيقة على الجمعية متاعكم، كيفاش ينجموا يتواصلوا معاكم الشباب وإلا الناس المهتمين معناتها بالنشاطات متاعكم في زراعة الأشجار؟ هي الجمعية متاعنا جمعية أصدقاء كابت، تأسست عام 2017، دونك ننشطوا عنا توا في عدة ولايات في تونس، الأكثرية في شمال تونس، من بنزرة الكاف سليان نابل زغوان، عندنا عدة مشاريع قمنا بها مع مختلف دي باير دو فون جهات مانحة. عندنا الباج فيسبوك نتاعنا ليزامي دو كاب تونيزي، دونك تنجموا تدخلوا على الباج نتاعنا وتشوفوا دونك مختلف النشاطات اللي نقوموا بها ومعناها الاكتيفيتي اللي نقوموا بهم الكل، واهم المشاريع اللي نقوموا بها في شمال تونس.